بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. لله تبارك وتعالى سنن ثابتة وقوانين خالدة في سير المجتمعات البشرية، تشبه السنن والقوانين التي تدور بها الأفلاك وتتحرك بها المادة وتضبط بها قوانينها في كل جامد وسائل في كل بر وبحر. قوانين الله وسننه الثابتة في سير المجتمعات البشرية هي هذه القوانين التي تجعل مجتمعا يزدهر وآخر يضطرب، هي السنن التي تجعل حضارة تعلو وحضارة تكبو، هي القوانين التي تجعل أمة تنتصر وأخرى تنهزم، هي قوانين ثابتة. ولا بد من أن يعرف الناس هذه القوانين وأن يتحاكموا إليها، فإن التجاهل لهذه القوانين لا يفيد، ولا بد أن تفأر هذه القوانين لنفسها وأن ينزل الله الناس على حكمها. كان العرب قديما يتصورون أنهم أمة فيها ذكاء ولها اعتداد بنفسها، وصور القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يقول الله للعرب: إذا كنتم تفتخرون بأنسابكم وأحسابكم وتعتزون بمعادنكم ومسالككم فإن هذا لا يفيدكم، فإن لله قوانين ثابتة ينزل البشر جميعا عليها وأنتم من البشر. فإذا كنتم ستمكرون وتلعبون فسيمكر بكم وتضيعون، وأما إذا استسلمتم لله وأديتم حقه والتزمتم حده فإن الله يوفي بعهده لكم. هذه قوانين لابد أن تعرف، وقد كتب علماء التفسير وعلماء الحكمة في ديننا أن أمتنا كان يجب أن تدرس هذه القوانين، فهي أجدى عليها من دراستها لأنواع النجاسة والطهارة ولأنواع السلم والإجارة وغير ذلك من عقود وعهود. فإن سنن الله الكونية أو القوانين الإلهية التي أثبتها القرآن الكريم أهم، لأنها أدل على معرفة الله وعلى فقه أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله بين عباده. هكذا قال الشيخ رشيد رضا في المنار، ونقل ذلك عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ونقل ذلك عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام. ونحن نلفت أنظار المسلمين في هذا العصر إلى ضرورة أن يدرسوا سنن الله الكونية في الكون، وأن يدرسوا سنن الله الحضارية في الحضارات وفي التاريخ، فإن هذه السنن
تعطينا حكما نحن أحوج الناس إليها. وحكم والحكم الإلهية أو السنن الإلهية كثيرة، وأختار بعضها الآن لكي نأخذ على عجل بعض ما يأخذ بنواصينا إلى الخير. في سورة القصص، وهي سورة طويلة، أقرأ هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية جاءت تعقيبا على قصتين. القصة الأولى تمثل الاستبداد السياسي في مسلك الفرعنة الحاكمة، والقصة الثانية تمثل الطغيان الاقتصادي في مسلك القارونية الكانزة. فلا الفرعنة بالحكم ولا الشح بالمال والطغيان به ولا أي مسلك من هذا القبيل، وإن أفلح في الدنيا أول أمره يبقى عالي الشأن، بل لا بد من الخسف به والإجهاز عليه. ثم الدار الآخرة بعد ذلك هي للمتواضعين وللمنكسرة قلوبهم مع الله، ولمن يفعلون الخير ابتغاء وجهه، ولمن يدخرون عنده ما يلقاهم يوم القيامة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا قانون إلهي يجب أن نعرفه. من القوانين الإلهية التي يجب أن نعرفها أيضا ما جاء في سورة السجدة، حيث يقول رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الآية في بني إسرائيل، ويقول ابن القيم وقد سئل: أيمكن للإنسان أو للشعب أولا ثم يختبر، أو يختبر أولا ثم يمكن له؟ فأجاب: بل يختبر أولا، فإذا نجح في الامتحان ومحص البلاء معدنة وخرج من المحنة وهو مجلو نقي كان أهلا للقيادة وللسيادة وللصدارة وللإمارة. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن إمامة الناس أو الصدارة في الأرض أو قيادة المجتمعات البشرية تحتاج إلى مؤهلات. هذا منصب لا يعتليه كل إنسان، هذه وظيفة لا ينالها كل أحد من الشعوب، لا، بل تحتاج إلى مرشحات ومؤهلات عقلية وخلقية. وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا عندما ذكر إمامة إبراهيم للناس، قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، بعد أن أتم الكلمات. فطمح إبراهيم إلى أن تكون الإمامة في ذاته وفي ذريته، فقال: ومن ذريتي؟ كان الجواب الإلهي: لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. فهذا يعطي أن المعاناة لا بد منها لمن يريد الإمامة، كان فردا أو كان شعبا من الشعوب. من سنن الله الكونية ما ذكره يوسف لإخوته عندما
رجعوا إليه وهم مستكينون، بل إن صح التعبير وهم متسولون. أيها العزيز، جئنا ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. تصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الإخوة الذين استولوا على أخيهم الصغير يوسف وهو ضعيف لا يملك لنفسه حولا ولا قولا، وقرروا الخلاص منه ورميه في الجب. وانظر إلى قدر الله وهو يصور لنا سيرة يوسف، وربنا يقول لنا إن أنا ألهمت يوسف وهو في هذا الموقف وإخوته يتآمرون عليه وهو صبي صغير، ألهمته أنك ستكبر ويعظم أمرك وأنك ستوبخ إخوتك على هذا الذي يفعلونه الآن، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعد عشرات السنين، عشرات السنين، تقلب يوسف في أطوار الزمن وأحوال الحياة، من بأساء وضراء، ومن سجن وحرية، ومن ضعف وقوة، وتولى المنصب، وجاءه إخوته يقولون له: أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم قال هذا القانون الإلهي: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأجر المحسنين هنا بعد التقوى والصبر لم يظهر إلا بعد عشرات السنين، عشرات السنين. ولذلك بعض المفسرين يقول إن موسى لما دعا ربه وقال، طبعا القول قل موسى، ولكنه يتحدث باسمه واسم أخيه هارون: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قال بعض المفسرين: استجيبت الدعوة بعد 40 سنة تقريبا. أقول هذا لأبين للناس أن سنن الله الكونية تحتاج إلى زمن طويل، وأن نتيجة التقوى والصبر لا تظهر خلال أيام قلائل ولا شهور معدودة، بل قد تستغرق سنين طويلة. وأن على الأمم والأفراد أن يعلموا أنه مع مر الزمن تتحقق الآمال وتنجز الوعود، ولكن لا بد من معاناة طويلة، لا بد من معاناة طويلة. خلال هذه المعاناة يتحقق القانون الإلهي أو السنة الإلهية. من سنن الله قوله تعالى أول سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هم أذكياء ولكن ذكاؤهم يحسب عليه. حضارة الأوروبية حضارة ذكية، ولكن بقدر ما تعمر تدمر. ولهذا يقول الله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. لكن هذا يحتاج لزمن طويل. الزمن الذي يطول، من زرع فيه مرا حصد الشوك،
ومن زرع فيه فاكهة حصد الجنى الطيب. ولا بد من زمن يطول ولا بد من معاناة. انتظر من اليوم إلى الغد، انتظر من الغد إلى ما بعده، انتظر من الدنيا إلى الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ألا يعاملوه بعجلتهم، فإن الحديث يقول إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. العجلة لا تعطي شيئا، صبر نفسك على قدر الله وكن رجلا تؤدي ما عليك، وكن في شعب يؤدي ما عليه، وبذلك تنتصر الشعوب والأفراد. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.